بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمال موضوعنا فيما يخص الشحنة النقطية مرة أخرى، في ستيم سنتحدث هنا عن فكرة أيضا الإلكترون باتجاه السكون. كما قلنا، هذه كلها أمثلة واقعية يسجلها العلماء لتصبح بعد هذا أسئلة في الدروس. هنا يقول: ينطلق الإلكترون من السكون باتجاه شحنة كهربائية مقدارها سالب 125 بالألف نانو كولوم، تبعد مسافة 42.5 سنتي. كم ستبلغ سرعة الإلكترون إذا ابتعد مسافة كبيرة جدا؟ فقط أرسم للتوضيح. لو قلنا أنه عندي أنا هنا، هذا هو الإلكترون، وهنا أنا عندي الشحنة. طبعا المسافة بينهما كما قيل لي 42.5. سنتيمتر طبعا، 42 سنتيمتر. من السكون فتحرك، اعتذر، فتحرك. طبعا لاحظ أيضا الشحنة أنا عندي سالبة، شارة سالبة، والإلكترون أيضا شارته سالبة. إذا سيحدث عندي ماذا؟ سيحدث عندي حركة باتجاه المعاكس، تنافر، ستكون حركته بهذا الاتجاه. هذه أول فكرة عندي، ومطلوب سرعة الإلكترون. بما أن هذه الشحنة أيضا هي شحنة ساكنة كما قيل لي، فطاقتها ماذا؟ طاقتها طاقة وضع. إذا هنا أعتذر، هنا إذا من خلال حفظ الطاقة صغيرة الطاقة الكاملة العوية لطاقة حركية الإلكترون. إذا طاقة الشحنة الأولية ها هي كما قلنا ستصبح طاقة حركية الإلكترون عندما يتنافر معها من قانون حفظ الطاقة. يعني كل إلكترون بعيدا وشحنة أخرى ثابتة، بالتالي ليس لها طاقة، بالتالي ليس لها طاقة، لأنها ستبقى ثابتة، ليس لها طاقة حركية. طبعا ليس لها طاقة حركية عندما يكون الإلكترون بعيدا جدا، لا توجد طاقة كاملة. كل ابتعد الإلكترون الآن عن مجال تأثير هذه الشحنة، فتصبح الطاقة كلها طاقة حركية. إذا في هذه الحالة أحبتي، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ مرة أخرى قيل لي بأن هذه الشحنة ثابتة، الإلكترون باتجاهها ستعطي طاقتها إلى الإلكترون. إذا طاقة الكمون لهذه الشحنة ستساوي الطاقة الحركية للإلكترون. إذا E initial يساوي E final، معناته U initial يساوي K final. طاقة السكون تساوي الطاقة الحركية. طبعا طاقة السكون سالب E ضرب Q، بما أنه بين شحنتين مختلفتين E وQ، الشحنة الثانية Q، الشحنة هنا إلكترون، على هنا طبعا على R ضرب 4 باي إبسلون التي تساوي ثابت كولوم 9 ضرب 10 أس 9. لكن أفضل أن أضح بهذا الشكل. هذه طاقة الكمون والطاقة الكاملة تساوي نصف الكتلة في مربع السرعة، half mv squared. هذه هي الفكرة التي أود الطالب أن يلتقطها. إذا ماذا يعني هنا العلم؟ كما تحدثنا أحبتي في فيديوهات سابقة، هذه الشحنة، بما أن هذه الشحنة موجودة، فنحن نحسب شحنة الإلكترون، أو نحسب سرعة الإلكترون من خلال، يعني هنا هذا توقع. هذه العملية المفروض قبل أن أشرع أنا في عمل أو في تصميم التجربة أو تصميم الجهاز. لنفرض لو كان جهازا مثلا، أنا أريد أن ألتقط الإلكترون مثلا على مجس خاص بعيد مثلا، لا بد لي مثلا أنا أعلم الإلكترون كم سرعته، سيرتد الإلكترون إلي بسرعة تساوي كم في هذه الصورة. في هذه الصورة يعني يتوضع شحنة سالبة يسلط عليها الإلكترون، هذه الشحنة السالبة معلومة، الإلكترون شحنته معلومة، المسافة أيضا توضع بين، توضع نفض يعني المسافة توضع بشكل معين، نضع المجس. عندما يبتعد مسافة كبيرة جدا أستطيع أن ألتقط المجس بالمجس الإلكتروني أو المجس الإلكترونية مع تحديد سرعة الإلكترون في هذه الحالة. هذه هي فكرة السؤال، وهذه فكرة ربط السؤال في موضوع ستيم في هذه الحالة. الآن
الطاقة الساكنة للشحنة ستصبح طاقة حركية للإلكترون إذا بهذه الصورة. الآن أحل V ضرب 2 على M على الجدول التربيعي V، إذا يعطيني 2 سالب إي كيو على 4 باي إبسلون الصفر إم آر. من أراد منكم يكتبها 4 باي إبسلون الصفر يكتبها 9 ضرب 10 أس 9، فإذا 2 ضرب هذه القيمة مقلوب هذه القيمة 9 ضرب 10 أس 9 مضروب في الشحنة الأولى سالب 1 ضرب 10 أس سالب 19 كولوم، ضرب الشحنة الثانية سالب 1 ربع ضرب 10 أس سالب 10 كولوم على كتلة الإلكترون 9.11 ضرب 10 أس سالب 31 كيلوغرام على المسافة، أحولها 42.5 سنتي إلى متر يصبح عندي 425 بالألف متر، وعوض هذا الكلام في الآلة الحاسبة يعطيني الجواب بأن سرعة الإلكترون 9.64 ضرب 10 أس 5 متر في الثانية. لاحظ قيمة السرعة كبيرة نسبيا، يعني سرعة كبيرة، وهذا من منكم درس ميكانيكا الكم يعرف كيف أننا نتعامل مع الإلكترون في هذه الحالة. إذا في هذا الفيديو أحبتي تعرفنا على الشحنة النقطية، تعرفنا أيضا على مبدأ حفظ الطاقة، الطاقة قبل تساوي الطاقة بعد، بما أنه عندي شحنة ستكون ثابتة فهي طاقتها طاقة سكون، ستصبح هذه الطاقة السكون مساوية لطاقة التنافر للإلكترون التي هي أصلا طاقة حركية، وبناء عليها أحل لي السرعة تخرج عندي القيم. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات وطرح الأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.